الحظوظ ديال المنتخب اليوم غادي يربح ب3-0 ان شاء الله، وحنا عندنا مع العرب كنربحوهم والله مربوحه. وانا بعدا كنقول غنربحو 1-0 ونتاهلوا ان شاء الله للدور الثاني ودي مباراه. شوفوا ان شاء الله هي مقابله صعيبه، ولكن ان شاء الله غادي نربحوا 2-0 ان شاء الله. ديما 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 المغرب، وان شاء الله ديما الفوق، ورابحين هذا الماتش ان شاء الله. فيف لو ماروك. السلام اللي بغاو نقولوا مقابله ديال اليوم صعيبه واحد شويه، وحنا تايقين في اللعابه هذا الماتش هذا ديالنا ان شاء الله يكون الرباح 3-0. رايحين بغينا الهاتريك، وحنا ما باغيش غير نتاهلوا الدور الجاي، حنا باغي ندوا الميداليه الذهبيه. وديما المغرب وديما رجاء، وتحيه فلسطين. نتمنى من الله اختي الفوز. رجيم كرسي من مدينه لاسبيزيا ليغوريا. نتمنى من الله يفرحونا هاد الناس، هادشي اللي بغينا. خاسر وخاوه خاوه اللي داز، خاوه خاوه. المهم احنا والعراق خاوه خاوه. نتمنى من الله ينشطونا ونشطوا وليداتنا ونشطوا المغرب كامل اجمعين. وتحيه ديما المغرب وديما المغرب وديما المغرب. خصنا نلعبوا بحال الماتش الاول ونتفاداو ديك سميتو الاخطاء الفرديه والمراوغات الجديده. في ان شاء الله يكون ربح اليوم ان شاء الله. نتمنى التشكيله تكون موفقه اليوم.